والبر يحبه دائما أن يبدأ بالضحك والتمايل أيضا لأنه مضحك يتميل هنا يضحك هنا تعرفون أنا وقت حالي قراءة كتاب لأن الكتب مسلية قراءة كتاب فيها المغامرات رائعة قراءة كتاب شبطة سعيدة تضحك وتطير صياح الديك إنه راي يعرف الكثير يتميل ويلبر لبيتضحك فيروق لكل الأصدقاء قراءة كتاب لأن الكتب مودشة قراءة كتاب فيها المغامرات رائعة قراءة كتاب هيا جميعا فلنتسلى مع ويلبر متعة التسابق مرحبا اليوم هو يوم القش إنه اليوم الذي نلعب فيه جميع أنواع اللعب الممتع أنا مستعد للعب بعض الألعاب الممتعة وأنتم؟ نعم هاي لما الأكياس الكبيرة ويلبر؟ إنها أكياس السباق أسبق لك أن لبست كيس السباق من قبل؟ لا البس الكيس واقفزي هكذا هذا ممتع جدا ستحبين هذا كثيرا من يصل أولا إلى خط النهاية يفوز بالسباق يبدو هذا ممتع أراهن أنه يمكنني الفوز لا مهلا يا صديقتي داشا أنا خبير جدا في سباقات الأكياس ربما سأفوز بهذا السباق مستحيل لماذا؟ هاي داشا كيف سأتحرك هكذا؟ ويلبر راي داشا أين أنتم؟ مرحبا ويلبر من الأفضل أن تدخلي قدمك أولا في المرة المقبلة سيكون هذا ممتع لنبدأ السباق أنا سأفوز حسنا ليقف الجميع عند خط البداية مستعدون؟ هيا انطلقوا مو أنا فزت أحسنت يا ويلبر لنتسابق مجددا حسنا ري كان ذلك ممتعا هل أنت بخير داشا؟ لا فأنا لم أربح ربما ستفوزين في المرة المقبلة أنا لن أتسابق مجددا فهذا ليس ممتعا ما لم أفز أريد أن تشارك داشا في السباق أنا أيضا ليبي ولكنها تظن أن اللعب ممتع إذا فازت أظن يا ويلبر أن تمايلك يحاول أن يقول لك شيئا مو 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 ماذا سنفعل الآن؟ مو 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 نقرأ كتابا معك هيا لنبدأ هيا بنا لننهض هيا بنا لنقرأ لننهض لنقرأ هيا نجد الكتاب هيا بنا لننهض هيا بنا لنقرأ لننهض لنقرأ فلنجد الكتاب صيحوا كالديك هيا انهضوا سنقرأ الكتب معكم تمايلوا اضحكوا امرحوا كتب ويلبر مسلية لكم هيا بنا لننهض هيا بنا لنقرأ لننهض لنقرأ هيا نجد الكتاب هيا نقرأ مع ويلبر هيا نقرأ مع ويلبر ويلبر مو هيا داشا ألقي نظرة على هذا الكتاب ما عنوان الكتاب؟ سباق داكيلا أيحكي قصة بطة؟ نعم كتب هنا تحب داكيلا المشاركة في السباقات على دراجاتها فقط عندما تفوز هل ستساعدني القصة على الفوز؟ لنقرأ القصة ونكتشف حسنا نحن مستعدون وماذا عنكم؟ مو 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 نحن أيضا مستعدون كان يا مكان كانت داكيلا تحب التسابق على دراجتها فكان ذلك يجعلها تبتسم كانت تفوز بجميع السباقات التي تشارك فيها رائع كان هذا ممتع ولكن ذات يوم صدمت حين فاز صديقها والبرايت بالسباق
لن أشارك في سباقات إن كنت لن أفوز. هذا ليس ممتع. هذا ما قالت. لذا شاهدت الآخرين يتسابقون. بدا الأمر ممتعا جدا. اشتاقت لشعورها بالرياح ولركوب الدراجة تحت الشمس. لما لا تتسابقين معنا؟ لا، لن أفعل إن كنت لن أفوز. ذات يوم توقف ويلبرايت وقال لها: هل تسابقت معي من فضلك؟ لا يهمني من يفوز بالسباق، سنستمتع بوقتنا سترين. سأفكر. حسنا، لنتسابق. وهكذا تسابقت داكيلا مع صديقها وانطلقا بسرعة كبيرة. أحيانا كانت هي في المقدمة وأحيانا هو. هذا رائع. عندما قطعا خط النهاية فاز ويلبرايت في السباق، ولكن داكيلا لم تمانع أبدا. كان هذا ممتعا جدا. النهاية. هل أعجبتك القصة داشا؟ نعم. هذا رائع. إذن أتريدين أن تتسابق معنا؟ لا، سأشاهدكم تماما كما فعلت داكيلا. إن كان هذا ما تريدين. حسنا، من يريد المشاركة في سباق آخر؟ أنا أريد. لقد فزت. أنا أسرع ديكن هنا. حسنا. مهلا، لما تضحك هكذا؟ فأنت لم تفز. أنا أعرف، ولكن هذا أمر ممتع جدا. القفز ممتع ومسل. الأمر ممتع حتى عندما نصطدم ببعضنا ونقع على الأرض. نعم. هيا داشا، حاولي مرة أخرى. وماذا لو لم أفز؟ أنا مثل داكيلا، أحب أن أفوز دائما. ولكن داكيلا لم تفز دائما. وأنت تذكرين ماذا حدث؟ لا. مو مو مو، هل الإجابة في الكتاب؟ سنجدها ويلبر لنلقي نظرة أخرى. كان يا ما كان. كانت داكيلا تحب أن تتسابق على دراجتها الهوائية. كانت سريعة جدا وكانت تفوز دائما. رائع، كان هذا ممتع. ولكن ذات يوم فاز أحد أصدقائها، فقررت أن لا تشارك في السباقات ما لم تكن قادرة على الفوز. لن أشارك في السباقات إن كنت لن أفوز. هذا ليس ممتع. لذا جلست وشاهدت الجميع يستمتعون بوقتهم على دراجاتهم الهوائية. اشتاقت للتسابق. ذات يوم طلب منها ويلبرايت أن تتسابق معه للمتعة فقط، ووافقت على عرضه. لنتسابق. كان ذلك ممتعا حتى عندما لم تفز. هذا رائع. إذن هذه هي الإجابة. تعلمت داكيلا أنه حتى لو لم تفز، الاستمتاع بوقتك هو الجزء الأفضل. النهاية. إذن داكيلا لن تفوز بالسباق مع ويلبرايت؟ لا. واستمتعت بوقتها؟ نعم، أحيانا نخسر وأحيانا نفوز، ولكن الأفضل هو الاستمتاع بالوقت، صحيح؟ حين نلعب معا نستمتع أكثر. قد نفوز أو نخسر فلنلعب أكثر، ولكن إن لعبنا معا نستمتع كثيرا. أستمتع كثيرا إذا فاز أحدهم. اللعب يجعلني أستمتع بكل الأحوال. أنا لم أفز بسباق السباحة ولكنني استمتع. إن ركبنا الدراجة أو لعبنا الورق، قد نلعب الغميضة ونستمتع كثيرا. قد نفوز أو نخسر، هيا نلعب أكثر، ولكن إن لعبنا معا نستمتع أكثر. أنا لم أفز ولكنني استمتعت مع رفاقي. استمتعت كثيرا بالسباق رغم أنني لم أفز. الاستمتاع بوقتي يجعلني أبتسم. حين نلعب معا نستمتع أكثر. حسنا داشا،
هل أنت مستعدة للتسابق؟ مستعدة. حسنا استعدوا انطلقوا. لن يفوز أحد بهذا السباق أبدا. حقا؟ انظروا. رائع. أحسنت ليبي، لقد فزت. لنتسابق مجددا مثل داكيلا في القصة. لذا أقول دائما إن الكتب رائعة فعلا.